في ترتيب دلوقتي مع الدكتور اشرف صبحي والدكتور عماد البنان وطبعا المجموعه كلها. خلينا نقول طبعا على بنشكر طبعا الدعم والاهتمام من وزاره الشباب والرياضه والمهندس خالد عبد العزيز طبعا وزير الشباب والرياضه. التنسيق بالنسبه للفتره المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله بالنسبه للسفر لاسوان والمعسكر لاسوان وترتيب مباراه كينيا. يعني تحضير بالنسبه للاستاد الوقت اللي هيبقى فيه لان طبعا هيبقى فيه مهرجان بالنسبه للوزاره عشان نفتح الاستاد. احنا بالنسبه لنا احنا كمنتخب الحاجات اللي احنا الوقت اللي احنا نكون محتاجين فيه الملعب التحركات بتاعتنا كل الامور دي كلها طبعا عشان الناس بتنسق والناس بتظبط. فالحمد لله تم يعني تم كل شيء ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما يكونش فيه اي مشاكل. واعتقد ان احنا سفرنا بكره ويمكن في تنسيق مع الاستاذ محمد كساب بالنسبه للسفر النهارده وبالنسبه للحجوزات والاوتيلات والكلام ده وكده. الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس وان شاء الله من بعديها كان برضه في تنسيق بالنسبه للسفر. واعتقد ان في تعاون من الجميع سواء وزاره السياحه سواء وزاره الطيران بالنسبه كمان للسفر بالطياره يوم 2/9 ان شاء الله باذن الله قبل مباراه السنغال. فكل شيء كان الترتيب النهارده لكل شيء وكده. اعتقد ان الناس حاسه باهميه المباراه وبضيق الوقت كمان لان احنا هنرجع عندنا مباراه ثانيه. اعتقد ان يمكن انا قلت من الاول وان في تعاون كمان من الوزير لينا ويعني تسهيل لحاجات كتير. اعتقد ان طبعا احنا بنشكر عليه ويمكن الكابتن غايب النهارده في المؤتمر شكر كمان سياده الوزير وكل طبعا الناس اللي موجودين معاه على تسهيلات حاجات كتير. نتمنى ان شاء الله باذن الله اني مع كل الامور دي كلها اني الاهم بقى ان احنا نقدم مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. احنا ما كانش عندنا اي مشكله خالص مع احمد فتحي. احنا كان يهمنا ان احمد فتحي يكون متعاقد مع نادي ويبدا يلعب ويشارك عشان يكون لانه هو لاعب بالنسبه لنا لاعب مهم طبعا في المنتخب. واحمد فتحي اعتقد ان هو لما انضم لمصلاه القطري اعتقد ان هو بقى موجود معنا في المنتخب وهيكون موجود ان شاء الله في المعسكر اللي جاي. طبعا ده حاجه كبيره جدا وحاجه تاريخيه اقامه المباراه ومباراه لمنتخب مصر مصاحبه معسكر بالاضافه الى طبعا مباراه منتخب كينيا. وده مصاحب لافتتاح استاد اسوان. طبعا كان لازم يكون في تنسيق لان هو مباراه مع مهرجان ففي برنامج هيبدا تقريبا من 7 بره الاستاد في منطقه النيل ومنطقه الكورنيش وبعدين من الاستاد البدايه الساعه 8 ل 9 هيكون في مهرجان فني شبابي وبعدين من 9 تقريبا 9:30 بيكون الاحماء وبعدين المباراه 9:30. الوزاره دي اعتقد في المباريات والجماهير اخر حاجه لان احنا بنمثل الجهه الحكوميه، لكن اللي بيدير النشاط الاتحاد اللي بينظم المباريات الانديه اللي بيشاهد الجماهير والجماهير بتحسب على الانديه والمنظم الاتحاد. فدوره احنا بنساعد فيها لكن لازم كل واحد في الدوره دي انت عايز ايه؟ عايز ان احنا يعني نكون موجودين ونشوف مباريات. طبعا المباريات الاوروبيه بنشوفها وبتجري ودوره اداريه وماليه بتجري، عايزين نبقى كده ولا عايزين تفضل المدرجات؟ وبتجربتي في استاد القاهره يعني كل حاجه منظمه كل حاجه شكلها كويس بس فين الجماهير؟ فالجماهير ما انت لازم يبقى في تعاون الجماهير عشان تكون موجود عشان الحياه تجري يعني دي الفكره يعني. ف احنا من اتجاهنا دي في محاولات وبنجري على ده لكن المنظومه احد اركانها مش موجود هيبقى في فقد فبالتالي كله لازم يتعاون ويتضافر. مره ثانيه كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وايضا لوزاره الشباب والرياضه. واضح ان في جهد دؤوب موجود ومحاولات دائما وابدا للوصول لما هو افضل ولما هو احسن. خبر طيب انه كده عندنا ميداليه برونزيه كمان احمد طارق في رمي المطرقه. يبقى كده ميدالياتنا بقت كام؟ 5 ولا 6؟ شيلوا الرمايه لان الرمايه داخله مشتركه فكده 5. كان عندنا 2 ذهب وعندنا اظن واحده فضه واحده برونز وعندنا كده كمان برونز وعندنا مؤكد ميداليه من اليد، اما ميداليه ذهب واما ميداليه فضه بعد وصولنا للمباراه النهائيه. وهقول لكم هنلعب مع مين المباراه النهائيه. مبروك الحقيقه شيء رائع. على فكره في خناقات موجوده هناك وحتى الخناقات ما بين يعني بعضا من داخل اللجنه الاولمبيه لانه بدا المستشار خالد زين يعمل حمله على الوزير خالد عبد العزيز الحقيقه اللي الناس بيشيدوا بيه لانه وجه كل الدعم لهذه البعثه
وبالتالي في نجاحات واضحة كبيرة جدا. مكالمة كل يوم الحلوة الكابتن شريف العريان رئيس البعثة المصرية للأولمبياد بكينو رئيس الاتحاد الخماسي. الحديث مبروك يا كابتن شريف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ميدالية جديدة برونز النهاردة في المطرقة لأحمد طارق. مظبوط. بس واضح صوتك مش مبسوط. لا انا مش مبسوط. انا خد بالك انا رئيس اتحاد الخماسي الحد. نعم. وقدمنا مجهود كبير قوي. الفترة الأخيرة. والنهاردة كان عندنا نهائي الرجال. لعبنا شوط نظير. والولد بصراحة ما أثرش، الولد عمل أقصى ما عنده، أفكر بسليم شوط نظير. المصنف ال 23 على ال 24 بعد الأولمبياد. فجئنا في السباحة عمل نتيجة جميلة جدا وطلع الثامن. ثم حصل رقم في السباحة وبدأ في آخر صفقة بعد جميع الجري في المركز الخامس. ومنها البطولة في المركز الرابع بفرق نقطة واحدة فقط عن لاعب صاحب المركز الثالث، لكن قريبين أول ميدالية لأول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث. انما الحمد لله على كل شيء. نعم. كنا قريبين يعني بفوز الرياضة. بص طالما اجتهد وحاول هو ده اللي حاجبني شويه. طالما اجتهد وحاول يبقى يكفي شرف المحاوله هنا، وده اللي اسمه تمثيل مشرف بجد مش اي كلام. هل اليوم النهارده انتهى على الميداليه البرونزيه بتاعت احمد طارق يا كابتن شريف؟ النهارده اليوم فقط كان فيه الميداليه البرونزيه لاحمد طارق. عندنا اسراء حبه في المطرقه خلصت في المركز السادس. عندنا شهاب احمد في الجنه برضه خلص في المركز السادس. وعندنا رهاب رهان او الهيبه في الوزن العالي خلص في المركز ال 14. فرق السله كان عندي كل ثلاث ايجاد كان عندهم ماتشين النهارده. خسروا الماتش الاولاني من بلجيكا 16-10 ثم فازوا في الماتش الثاني على اندورا 21-10. منتظرين هيلعبوا مين في دور 16. الفرقات صعبه طبعا لان هم هيبقى يعني تركيزهم متاخر شويه في المجموعه، هيلعبوا حد من الاقوياء، المباراه من اصعب ما يمكن. برضه كانوا حاجين للفروسيه بطل محمد هشام حطب. عمل وقع عرقين في الكورس بتاع النهارده وانتهى بيه بطل في المركز الثامن بعد ما كان امبارح عامل كتير كورس بينافس. محمد مبارك على حصان الطبي ودي لعبته للاسف وقع في النزول من القفزه وانتهى به المطاف برضه في المركز الثامن. كره اليد فرحتنا النهارده فازت على قطر 34-26. الخماسي زي ما قلنا حقق شريط نظير حقق المركز الرابع. وخلود مانسي بعد تاجيل الفداء بتاعها ثلاث مرات لان ما كانش فيه هواء خالص في الشراع خرجت النهارده المركز ال 25. طيب هل ما زال لدينا بعيدا عن كره اليد هنلاعب مين في النهائي الاول؟ هنلاعب النرويج تاني في النهائي. تاني مصر والنرويج عمل فجأة تلبس على سلوفينيا او اوروبا. فبالتالي هيبقى اعاده لاي مباراه في الدوره اللي يفوزوا بيها فرق هدف عن النرويج نتمنى يفوزوا بيها ان شاء الله. احنا كنا كسبانين متقدمين فرق 6 اهداف في المباراه وبعدين تقلص الفرق الى هدف مع نهايه المباراه. طيب ان شاء الله. طلعت الماتش النهارده مع خطر نفس الشيء يعني كنا متقدمين برضه فرق 6 اهداف ثم خطر تعادلت ثم خلصنا كان هدف واحد فقط متقدمنا ثاني كبرنا فرق ثم قال ثاني ثم يعني دي عاده الفرق المصريه بالذات كره اليد. لا ان شاء الله يوفقه باذن الله عز وجل. هل في امال في اي لاعبين اخرين غير كره اليد في احراز ميداليه؟ طبعا. عندنا بكره بطلنا في الرمح بهاء عبد الوارث دخل نهائي قبل اللي هم الثمانيه اللي بنفسه عن الجولات نتمنى انه يعني يحقق رقم دخل بيه النهائي يؤهله الى المركز الرابع. نتمنى انه يعمل احسن منه احسن من ما عمل في التصفيات عشان يفوز في المباريات ان شاء الله. كره اليد بكره عندها الساعه 8:30 بتوقيت الصين مباراه النرويج المباراه النهائيه. وعندنا المصارعه هتبدا بكره لمده 3 ايام. بكره عندنا عمر ابراهيم في وزن 69 يوناني وعندنا احمد في 85 تحت 85 كيلو. فنتمنى ان المصارعه تقدر تحقق لنا ميداليه مش لازم بكره ممكن بعده او اليوم اللي بعديه. والعاب القوه اخر فرصه لنا فيها هي بهاء عبد الوارث في نهائي افريقيا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف العريان رئيس بعثتنا لاولمبياد
مصر في الصين للشباب، وميدالية جديدة النهاردة تضاف إلى الميداليات المصرية. خليني أخرج شوية، أنه النهاردة قال إيه الرئيس، الرئيس يكشف لرسائل التحرير عن مؤامرة للسيطرة على عقول النخبة المصرية بمواقع إلكترونية جديدة ضمن حروب الجيل الرابع، ميديا ليميتد، العربي الجديد، قناة مصر الآن، موقع كالشر في المقدمة. هل ده اللي قاله الرئيس؟ ده اللي مكتوب في اليوم السابع. لكن أقول لكم الرئيس لن أمل من التكرار بأننا جميعا في مهمة مشتركة لمواجهة ضرب استقرار مصر على الإعلام، معالجة قضايا الكهرباء ومشكلات التموين، بتوعية المواطنين بالخلفيات التاريخية لهذه المشكلات ودعم طرق المواجهة. وكشف عن معلومات خطيرة ومهمة حول وجود مؤامرة سيطرة على علوق النخب المصرية من خلال، حدد الرئيس في لقائه مع رؤساء التحرير الصحف بقصر تعداد اليوم الأحد، قال قنوات ومواقع جديدة تنفذ هذا المخطط الشيطاني في إطار حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب وعرصاها. قناة شركة ميديا ليميتد التي تمول العديد من المواقع الإلكترونية وصحيفة العربي الجديد وقناة مصر الآن وموقع كالشر، مؤكدا أن هذه المواقع والصحف تمول مباشرة من دولتي تركيا وقطر وجماعة الإخوان. قال الرئيس لرؤساء التحرير لن أمل من التكرار عليكم بأننا جميعا في مهمة مشتركة حتى نبقى جميعا على قلب رجل واحد. وأضاف أن هناك من يحاول زرع ثغرة في جبهة التوحد المصرية لهدمها والتأثير على معسكر 30 يونيو، وذلك عبر وسائل من أدبيات حرب الجيل الرابع من الحروب، وتعتمد هذه التقنيات في الحرب على الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي عبر إطلاق الأكاذيب والشائعات والتأثير على وحدة الصف وهزة قدرات الدولة المصرية. وقال دورنا جميعا وأنتم كرؤساء تحرير والعمل على زيادة المناعة المصرية ضد آليات حروب الجيل الرابع، وأشار إلى بذل الجهد لتوعية المواطنين ودعم توعية الناس بطرق المواجهة، محذرا من أن يتم استغلال هذه القضايا عبر معالجات إعلامية مختلفة في أحداث ثغرة بتماسك الكتلة الوطنية. أكد الرئيس أننا لم نقم بأي عمل عسكري في ليبيا حتى الآن، وأننا متمسكون بإقامة الدولة الفلسطينية. ده ملخص لما قاله السيد الرئيس في حوار اليوم مع عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف. شايفين يمكن ده الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والسادة الأفاضل الإعلاميين، أستاذ جلال عارف رئيس المجلس الأعلى صحافة، أستاذ جمال فهمي، وعدد كبير من السادة الإعلاميين متواجدين. وده تاني لقاء يعقد ما بين الإعلاميين والسيد الرئيس وتوضيح لكل المشاكل والقضايا التي يواجهها الوطن. والمصارحة مهمة جدا 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 في هذه الأوقات الحساسة للوطن، وبإذن الله عز وجل سنخرج منتصرين من هذه المعركة. خليني أرجع تاني لأخبارنا وموضوعاتنا وأخبار الرياضة اللي موجودة عندنا، لأن عندنا أخبار رياضية كثيرة. الأهلي يبحث عن حل لأزمة مقدم عقود اللاعبين. علاء عبد الصادق طلب من المهندس محمود طاهر رئيس النادي والمشرف على الكرة انه تجهيز العقود بتاعت اللاعبة المقدمات، لانه متعب وليد سليمان وشريف اكرامي وحسام عاشور واحمد عادل اتكلموا مع الكابتن علاء عبد الصادق ومع السيد كمال وعلاء عبد الصادق اتكلم مع السيد محمود طاهر والسيد كامل زاهر امين الصندوق، لان مطلوب 12 مليون جنيه مقدم عقود اللاعبين. تاني بقى واضح ان حسام غالي بقى البانة عند الناس والاعلاميين. محمد نجيب قال له ساعدنا شويه، قال له مش انت اللي هتقول لي اعمل ايه، عملوها ازمه وعملوها حدوته. يعني بكره سيد جمال علام رئيس اتحاد الكوره هيجتمع مع معرفش هل وزير الداخليه ولا السيد اسامه الصغير مدير الامن العام، في قول وزير الداخليه وفي قول اخر ان الاجتماع مع السيد اسامه الصغير. اتحاد الكوره هيجتمع يوم الثلاث لحسم شكل بطوله الدوري العام. ده ابرز الاخبار اللي موجودة عندنا، بالاضافة الى المنتخب الوطني ووكالة الشرق الاوسط تبث معلومات خاطئة عن لقاء الرئيس برؤساء التحرير. هل ده مقبول او ده معقول؟ ما اعتقدش. الرئيس كمان قال لك المصريين ما اطاحوش بمرسى عشان الكهرباء، ولكن بسبب سياساته. هل الوكالة الرسمية عندنا
يعني اعتقد انه بيبقى صعب شويه انه دي وكاله الانباء الحياه الرسميه لمصر وبالتالي تبقى صعبه. خليني قبل بس ما اروح للنادي الاهلي عايز اقول لكم النتائج يعني الاخبار المعلومات اضافه الولايات المتحده للقمات دوله قالها رئيس التامر على مصر ده ما كانش موجود فيه الرئيس حدد قطر وتركيا فقط لا غير. والحقيقه جميل انه ناشرين تفاصيل المواقع المشبوهه لضرب استقرار مصر. الراجل ده اللي اسمه ابراهيم منير ده بتاع التنظيم الدولي بيؤسس اللي هو ميديا ليميتد والاستاذ اللي اسمه انديل ده وائل انديل ده بيبث من تركيا وده امر مهم خلينا واضحين كده عشان الدنيا تبقى واضحه بشده للناس كلها وتبدا الامور تتضح بالنسبه لل يعني عامه الشعب عشان يبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي ممكن يحصل في الفتره المقبله. خلينا نروح للنادي الاهلي وايه اللي حصل للنادي الاهلي امبارح وهذا التقرير ونعود اليكم من جديد. تأهل الأهلي لنصف نهائي النسخة رقم 23 لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد تعادله أمس السبت مع ضيفه النجم الساحلي التونسي بدون أهداف في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية. المباراة التي استضافها ملعب القاهرة بالأمس وأدارها الدولي المالي كومان كوليبالي شهدت تفوق عناصر المدرب الكبير فوز البنزرتي على مدار شوطيها ولكنهم أخفقوا في إحراز هدف الفوز وخطف بطاقة التأهل تاركين إياها للعملاق القاهري الذي وصل عروضه الباهتة مع مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو. بهذه النتيجة بقي فريق جوهرة الساحل التونسي في المركز الرابع والأخير بست نقاط بينما رفع نادي القرن غلته إلى 9 نقاط حافظ بها على صدارة ترتيب هذه المجموعة بفارق المواجهات المباشرة أمام سيواسبور الإيفواري الذي تغلب على ضيفه ناكانا ريد ديفلز الزامبي 3 أهداف دون رد رافعا رصيده 9 نقاط أيضا وتأهل في المركز الثاني. تاريخيا انضمت هذه البطولة لرزنامة الكاف عام 92 ونجح فريق سانشاين النيجيري من احراز لقبها الاول على حساب فيلا الاوغندي وبينما غاب التوفيق طوال 22 نسخة سابقة عن الاندية المصرية باستثناء بلوغ الاسماعيلي لنهائي بطولة 2000 امام شبيبة القبائل الجزائري فقد نجحت الاندية التونسية في الظفر بلقبها في 8 مناسبات نصفها للصفاقسي وثلاثة للنجم بالإضافة للقب وحيد للترجي عام 97 وذلك على حساب بيترو أتلتيكو الأنغولي. كما توج شبيبة القبائل الجزائري ب3 ألقاب متتالية بداية الألفية ليكون النادي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.